مش هو ده صاحبنا؟ هو بعينه افندينا. يلا بينا. اطلع البلد يا وسط. رابط له قيمة ساعة كمان. كويس. جميل يا اكسلانس. دول 50,000 جنيه. النبي حرسهم. بتوع شديد عايزهم يكونوا في بيروت بعد بكرة. اعتبرهم في بيروت من دلوقتي. حضرت الحمار اللي هيسافر بيهم.
واللجام والبردعه. الحمار المره دي هيكون كاميلو. اي اوامر ثانيه؟ كاميلو هيدور على ابراهيم اخو لاميا في بيروت ويلقاه، مش كده؟ ويبلغه سلامي ويوصل له هديه كويسه. لازم يكون مسد لغيره. وحياه طنط كيمة اللي عمري ما احلف بيها باطل هيكون مسد لغيره. اطمن. بونسوار اكسلنس. أنا حظي وحش الليلة. نقول له يختشي؟ لا كفاية كده، أنا خسرت كتير. فيت بوجه مدام زي ميشي، فيت بوجه، فيت بوجه مدام زي ميشي. كاميلو عايز أفيش بمية جنيه. تحت أمرك. مش معايا دلوقتي، أيدهم على الحساب. أنا متأسف يا أدريا هانم، ما كنتش أحب تيجي مني أنا، عندي أوامر من فوق ما صفش فيش إلا كاش. هكتب لك شيك. ولا شيكات. إيه مش مستأمني؟ أفندينا أوامره كده. الأوامر دي تتمشي على كل الناس ما تمشيش عليا أنا. أدريا هانم، أنا متأكد لو اتنزلتي وقابلتيه يستحيل يردلك طلب. ديورس أفنديكو فين؟ مشغول مع الست سمرة. حرم من قدك يا عم، مراتك متمتعة بعطف صاحب الشغل. اديني ويسكي دبل. سيداتي وسادتي، نقدم إليكم هذا المساء رأس جديدة تقدمها نجمة الرأس أنفاتنا سمرة. يلا سمرة، جمهور مستنيك. استنى. مش معقول يا روح. يلا أمال. احنا ورانا شغل مهم الليلة، خلي الحاجات دي للبيت. وفي البيت برضو تبقى معايا في جسمك وعقلك في الشغل. أكل الماما عايز جهاد يا روحي. أنا مش عايز أوصيكي على الحمار، أول ما يوصل تحتفلي بيه كويس. أدخل. أهلا وسهلا. أنا عايزاك دي على انفراد. تحت أمرك، اتفضلي. يلا أمال نمرتك. يلا. ايه التنازل ده؟ أدريا هانم عندي هنا في المكتب؟ ده حكاية الأوامر الجديدة بتاعتك دي. الأوامر الجديدة دي بعد ما بقى عندي رصيد كبير من شيكاتك اللي من غير رصيد. وفيها ايه يعني؟ أنا ما قلتش حاجة. أنا متأكد إنه رصيدك من الجمال ممكن يغطي أي مبلغ. عصمت، دي آخر مرة. خلوهم يدوني فيش بمية جنيه، أنا خسرانة كتير الليلة دي. أنا صبرت كتير ومش غاوي جمع إمضاءات. وحياة طنط كيمة. اي مبلغ تحت امرك، بس بنك جمال لازم يعطف ويصرف هو كمان. ارجوك يا عصمت، قلت لك دي اخر مره. ارجوك ما تزليش نفسك اكتر من كده، انت في ايدك ابقى مديون لك. ادي نتيجه الليله ابو مهر. اللي ايه رايك اقطعهم؟ اقطعهم اهلا بعين اعيان فقوس. اهلا بك. فاتتك الرقصه الجديده. ما فاتنيش حاجه يا عصفور. ابعت لي جزازه ويسكي وبلغ ست الحسن والجمال ان انا وصلت بالسلامه، وقول لها انا مستنظرها على نار. على فين؟ اوعى من وشي. النور الاحمر والع يا ست سمرة، وفندينا مشغول. أنا دايماً في الخدمة. دي آخر مرة هحتاج فيها الخدمات. أنا مش من رأيك، الدنيا أخد وعطا. ما تنسيش حكاية السواح، في عطا كويس. مش هنسى أبداً. أدريا هان. الخيانات اللي من ورايا ومستحملها كمان قدام عينينا. طب وحياة طنط كيمة كان علشان شغل برضه.
وعشان كده مولع النور الاحمر وحاطط حرس على الباب والست خارجه. مش هغشك، كنت بتخلص من نزوه، كنت حاسس انه ادريه بقع على قلبي، اشيلها ولا سيبها تعلم وتترك اثر؟ مسكين قلبك، كل ما تروح بقع تطلع له واحده خير، رايح جاي على التنتوبين. بيرجع لك ولا لا؟ ارجوكي ما تشكيش في حبي بعد كده. انت كنت حقيقي بتحبني يا عصمت، كنت اتجوزتني بعد اللي حصل. 100 مره فهمتك ان وقتها الظروف ما كانتش تسمح. ما كانش معقول ابدا ان حفيد كاظم باشا اغلو يتجوز سكينه الفيل. ثم انا عوضت لك الخساير دي، خليتك بقيتي سمره نار على العالم، وبرضه عيشتك معايا ما تخليتش عنك ابدا ابدا، لدرجه انك ما قبلتش ان بنتنا تتنسب لك، واضطر ديور زين سيبها لنفسه ويزور في شهاده الميلاد. وعمل كده علشان خاطر مين؟ لولا العبد لله كنت هتلاقي فين جوز صوري زيه متحرر. ومدي لك العذر انك ما تكتبش علي، اذا رجعت ازن تاني على الجواز تصدر له اوامر انه ما يطلقنيش، مش كده؟ ارجوكي تعقلي، انت عارفه ان مصيرنا مرتبط ببعض طول العمر، انا كل اسراري عندك، روحي في ايدك. روحك مش قلبك. الحق البقعه الكبيره وصلت. مسكين يا قلب. ايه اللي جابها هنا دي؟ مستني ايه؟ ما تنزل قوام عشان تعب. لا 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 عطشان الحبك صدقني، والكاس لجمالك شوقني. عطشان الحبك صدقني، والكاس لجمالك شوقني. وبشوفك خيالك وقلقني، وبشوف
سيد الشريف خدك مننا وحرم المحل من روحه، لكن مش معقول تشوفي جمهورك والاوركسترا بتاعك وما تحنيش للمغنى تاني. متهيألك انا ما حنيتش الحاجه هنا ابدا. الحكايه ان الليله دي عيد ميلادي وانا سكرانه ومبسوطه شويه وما عنديش مانع اغني حتى في قرف. لمية ولا يهمك افندينا، عارف رايي فيه وفي المحل بتاعه كويس قوي. خليها تاخد راحتها، احنا يهمنا انها تكون مبسوطه خصوصا في المناسبه السعيده دي. اسمحي لي بالرقصه دي. اشمعنى؟ هما الناس بيرقصوا مع بعض علشان ايه؟ عشان الراجل اللي نفسه يحضن واحدة ست ومش قادر يحضنها وهو بيرقص معاها فرصة. انت دايما سيئة الظن في الرجالة. الرجالة مقبولة منك. قوم ارقصي معاها لغاية ما اتكلم في التليفون. عشان خاطرك بس وعلى شرط. من بعيد لبعيد. اتفضلي. وحشتيني يا سمرة. انت اللي وحشتيني موت. كدابة ليها بالورق قلبي وهتكوني فاكرة ان انا جاية ألطش جمهورك. الحكاية انا مهيصة عشان عيد ميلادي كلها ساعة وفوق وارجع لقواعدي. وعلى كده قواعدك فين؟ بنتكلم في التليفون. تسمحي نرقص بقى؟ نرقص؟ ايوه على شرط. ايه تاني؟ ترقص معانا احنا الاتنين. طب وده معقول؟ ما تعارضنيش احسن اقف. يلا بتجوز يا ابوي. السعد وعد يا جنصم مجوش على الجمال كله. البيض عسل نحل والسمره شوكولاته عسل سريجوس يشفي العليل. احتف لي بلاص يا جنصم ده اللي ياكل لوحده يصور. تعالي وبعدين في المعاملة دي هتفضلي تمرمطي بيها الأرض لحد انت لحد ما تنضف الأرض. بتعمل ايه؟ بنضف مطرح خشب يا وعد على الحريف. اه لو تشوف يد ام العيال عليها خشب تخني قشرة البطيخ. قلنا من بعيد لبعيد. حاضر. شرشر اتأخر ليه؟ مش بعيد يكون مات. أنا عارف إيه اللي عاجبك فيه ده. تسيبي عصمت كاظم علشان راجل كهنة زي ده. أنا كل ما أبص له أحس إني في القرن الثامن عشر. ما هو ده اللي عاجبني فيه، إنه ستيل. يوم ما يبوس إيدي يقعد شهر ضميره مأنب. فدي أعترف لك إنه يهزمني وما أقدرش أتفوق عليه. لكن دي عيشة دي؟ عايشة بعيدة عن مرمطة الصلاة وطلبات البرنسات يا فندينا. أنا مش ناقصني غير إن أخلص أخويا إبراهيم منكم من الشغل معاكم. أخوك إبراهيم خلاص بيشتغل مع ناس تانيين في بيروت. يبقى ربنا بيحب. ممكن ترقص لوحدك؟ إزاي؟ شرشر رجع من التليفون. تا 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 تا. استنى. في إيه تاني بس؟ أفندينا. ايوه طز. افندينا هزقت نفسك وفرجت الناس عليك. بتخرفي بتقولي ايه؟ بقول ان على الاقل سكينه الفئه بتحترمك.
نأجل مجلس التأديب دلوقتي ونهتم بعملية الليلة دي. أنا هسبقك على البيت مع الجماعة. أنت وصيتك الحمار تجينا ركباه. دي أوامر. فاهمة يعني إيه أوامر؟ فاهمة. يا فندينا. ها! أنا الأوان ولا لسه يا جميل؟ عزمان الليلة عندك على العشاء في البيت وزي ما اتفقنا ولا حتلو عيد تاني؟ العشاء جاهز وطول النهار وانا بحلم اني هأكلك بإيدي يا روحي. روحك قوليها تاني ما سمعتهاش كويس. اتقل احسن نتكشف. انت ناس اني متجوزة وده تحسب له حساب؟ ده راجل طيب وعلى نياته. من الطيب ده لما يطلع في شر. الا على فكرة انت مسافر بكره بيروت؟ في طياره الفجر. وشنطك فين؟ في الطرمبيل بتاعي. انا قلت للجماعه عندنا في البيت ان الطياره هتكشع الليله ماشي الصبح عشان نقضي طول الليل سوا عندك. طب والجماعه بتوعي هنعمل فيهم ايه؟ ولا يكون عندك فكر. اسحب انت على الطرمبيل بتاعي وسيبيني عليه. انا ابو التفانينة. ما تتاخرش. لا وراك على طول. ليلتك فل. ادينا واحد ديورس يا ديورس. من عينيا. قول لي يا ديورس قبل ما ندعوك في الخمره كان اسمك ايه؟ محسوبك درويش. سخطوك يا ابوي. خد دول. ليه يا عمده؟ بالعربي كده مش عايزك تنام في بيتك الليله دي. ايه؟ ما تزعلش كده يا ابوي. اصلا انا مستني تليفون من فجوسي وجايين لهم يكلموني هنا عندك عشان انا تعبان وعيني تجلد وعايز انام واشبع نوم. فاللي عليك انت ترد على التلفون وتقول لهم ما يبيعوش البطنه لما ارجع من بيروت. تقدر تسهر؟ خدام. تلبس جنب التلفون السبعه صباحا. ان خنتني وروحت هيبقى فيها خراب. نور علي من دلوقت احسن. عيب يا عمده عيب. عارفك سداد. خد كمان الخمسه جنيه دول والتلفونات اللي حجيني من فاجوس كتير هخليك انت اللي تستنظرها يا سيد ابوك. روبار انا هروح انام واشبع نوم. تعال اعلمك الرقص عشان تبقى ترقص معايا في الكباريه ومحدش ياخدني منك. برضه رايي لسه قدامنا الناس طويل. لا مش كده. مش كده. واحد اتنين تلات. واحد اتنين تلات. بتضحك على ايه؟ بضحك على المغفل اللي مستني الطرنك من فجوز. علميني يا اختي علميني. تعالي. واحد ايوه ايوه تلات. كمل لحد 100. لحد 1000. هو بعد 1000 كام؟ في ايدك انت بابا. يعني حصل حاجة؟ أيوة حصل. أنا إنه إيه؟
طلب مني. طلب ايه؟ انه ياخد دروس في الرقص. وياخدها هنا ليه في السر؟ اصل خد ليه اعرف الفاجوس؟ انا من عيله محافظه يا ديور. الفاجوس هتمشي في جنازتك. ما انت اللي بقول عليك راجل طيب ومحضر لك 10 جنيه اتعامل الدرس الاول. 10 جنيه؟ 20 جنيه يا ديور، 20 جنيه. روح الله لا يكسبك. انا هسيبك لعذاب ضميرك. قول من وشي. في 60 داهيه. استنى. خد شنطك معاك. حاضر. برضه كريم يا درويش. كريم والله. كريم وشهم يا ابوي. شهم يا ابوي. برافو عليك يا ديوس. انا صدقت انك جوزها بصحيح. في الحقيقه انت مثلت عادي. التكرار يا بنتي يعلم الحمار. عن اذنكم لما اخش انام. وانت اوعى تروح عليك نوم وتفوتك الطياره. انا طالع المطار على طول. ما تنساش تبلغ ابراهيم ان اخته لميا بتسلم عليه، واجب برضه. وبعدين بقدم له الهديه. ضروري. يلا مع السلامه. البريمادونا كانت رائعة في تمثيل دورها الليلة دي. مش أروع من تمثيلك عليا دور العاشق الولهان. أهو أنتِ بتطعنيني في أعز ما أملك. إخلاصي ليكي. إخلاصك ليا كان باين وأنت بترقص مع لمي. تاني صدقيني أنا كنت برقص على الحبل. لصالح العمل. أنا خلاص هستغنى عن أخوها إبراهيم. مش عايزها تحس إن أنا ليا أي يد في الموضوع. فهمتي؟ كذاب. أنت بتحبها. أنا برضو كذاب. أيوة كذاب. كذاب. أنا؟ كذاب. كذاب. شارك يا نعمة. قول لي يا حضرة. شفت يا عمر؟ هو البار فين؟ في أول طابق على يمينك. كتر ألف خير. نون. العفو. العفو. ممكن ادخل؟ اتفضل اتفضل. مهيص قوي يا ابراهيم. في حد معاك؟ روحوا. 5000 جنيه اللي هفتهم من افندينا فرفشوه. يا اخي ياما كسبناه. خلينا نضحك عليه مره. بس انت عارفه يعني لحم مر. يحل عن عرضي. انت بايع يا ابراهيم؟ انا عرفت خلاص من هالشغله. اختي لميا كيفها؟ بتسلم عليك قوي. فندينا كمان بيسلم عليك وبعت لك هدية. كابتن ايسر كيف حالك؟ احنا معرفة قديمة قالتها بلبنان ناس اوادم. تفضل استريح. اسمك لميا سكر؟ ايوه. ليك اخوات؟ اخين، واحد في البرازيل والتاني في بيروت. ابراهيم مش كده؟ ايوه. بيشتغل ايه؟ تاجر. مالوش اي نشاط تاني؟ ما افتكرش. ما تعرفيش حاجه عن علاقته بعصمت كاظم؟ افندينا ما بترديش ليه؟ ما اعرفش. هو ده اخوك ابراهيم؟ البقية في حياتك دي نتيجة التعاون مع عصابة افندينا. ضربوه 6 رصاصات خلاف على صفقة تهريب. دم اخويا مش هيروح هدر. لازم اخد بطار. يستحيل اسيب اسمى تعيش بعد ما غدر باخويا. وتدخلي السجن؟ ما يهمنيش. اذا تعاونت معانا بايدك تنتقم لاخوكي وتخدم العداله. اطلبوا مني اني اموت مستعده بس انتقم لاخوي. خطتنا في القبض على العصابه مبنيه على حاجتين. اولا ثقتنا فيكي ودي متوفره.
لأن تحرياتنا أثبتت إنك رفضت التعاون مع العصابة وسبت الكباريه. ثانياً، هل في حد من العصابة يعرف أو شاف صورة لأخوكي أكرم اللي في البرازيل؟ أنا نفسي ما شفتش أكرم من 3 سنين، من قبل ما أجي مصر. الصورة الوحيدة اللي له عندي موجودة في صندوق مقفول في دولاب هدومي، ما حدش شافها أبداً. ده كويس قوي. نرجع لخطتنا. أخوكي أكرم هيجي من البرازيل. جاي إمتى وما بعتليش؟ حلمك. أخوكي الحقيقي مش جاي. في ضابط بوليس سوري هيحل مطرح أخوكي ويمثل دوره. بيتكلم سوري ولبناني ومصري زي بعض تمام. مهمتك إنك تعرفيه بعصمت وتحاولي تدخليه العصابة. إزاي؟ إزاي دي هشرحها لك بعدين، إنما المهم دلوقتي تقدري تمثلي الدور ده كويس ولا أعصابك تخونك؟ أقدر طبعًا. اتفقنا. آدي صورة الضابط السوري اللي هيقوم بدور أخوكي أكرم. بصي له كويس. الو مين يا فندم؟ نقول له مين؟ الاصول انك تقولي اسمك الاول، انت ما تعرفيش الاصول. هات يا حبيبتي. الو اهلا وسهلا. موجود يا فندم. اتكلم يا عز. ايه الست لمي؟ على مهلك. الو ايه التنازل ده؟ انا اصلي سالت عليك في المكتب ما لقيتكش. انا عايزاك ضروري. انت متاكده انك عايزاني انا؟ احنا هنعمل معروف، انا في الاوتيل. طيب مسافه السكه. الحق قبل ما يغمى عليه. مش واجب برضه؟ لا شاه، حقيقتك تتطوع في جمعيه الاسعاف. فكره. انت هتخرج يا ام؟ بعد اذنك. ومش هتاخدني تفسحني في العربيه زي ما قلت؟ البركه في ماما وبابا، هما هيفسحوكي. لما بنبقى كلنا سوا تبقى الفسحه حلوه. والنبي يا انت، ما قلنا هتخرجي مع ماما وبابا. خلاص اسمع كلام. البنت عيانه، خليك حنين عليها. كفايه عليها اسهال الحنان اللي عندك. وبيقولوا الدم يحن. كلام. تعالي يا حبيبتي نكمل الدحين. يعني مش هتفسحوني؟ بكره يا حبيبتي عشان انكل خرج بالعربيه. كل يوم تقولوا لي بكره لغايه ما الاجازه هتخلص. اجازه نص السنه 15 يوم، فات منهم 3 ايام بس، يعني قدامنا ايام كتير. لكن الدكتور قال لازم اغير هوا كل يوم عشان انا بكح. شوفي يا ماما انا بكح، لازم تفسحوني عشان اخف. بتمثل علينا، طالعه لابوها. بابا ما بيكحش يا ماما. انت الوحيد اللي تقدر تساعدني، انا محتاجه لك يا عصمت. انت محتاجه لي انا؟ صحيح المراه لعبتها الراجل ده. انت لسه مرمطه بيا بلاط الكازينو من اسبوع واحد. انت بتقول انك بتحبني، واللي بيحب بيسامح ويساعد في وقت الشده. ارجوك تساعدني وانا مستعده ارجع اغني تاني عندك في الكباريه واعمل اي حاجه تطلبها. اي حاجه. ساعدني يا عصمت وانا هعيش بقيت عمري مديونه لك بحياتي وحياه اخوي. اخوكي؟ ماله ابراهيم؟ مش ابراهيم ده، اكرم وصل من البرازيل ومستخبي من البوليس. ليه؟ لانه ارتكب جريمه قتل وقدر يركب الطياره ويجي قبل اكتشاف الجريمه، وضروري هناك لما يكتشفوا الجريمه هيبلغوا بوليس مصر ويدوروا عليه. مفيش حد غيرك يقدر يساعده ويخبيه. والسيد شريف اللي فضلتيه عني مش أولى مني بالخدمات دي؟ ما خبيش عليك، أنا استنجدت بيه قبلك، وبدل ما يساعدني قعد يكلمني عن سمعته ومركزه الاجتماعي، وفي الآخر قال لي بصراحة أنا ما أقدرش أعرف واحدة أخوها مجرم بيطاردوا البوليس. أرجوك تساعدني، أنا وقعت في عرضك أبوس إيدك. عيب يا لميا، دي فرصتي علشان أعلمك الفرق بين حب وإخلاص عصمت الأفاق المغامر الشرير وشريف المليونير الفاضل المحترم. يا ترى مين؟ ما تخافيش. ادخل. تلغراف يا فندم.
مالك يا رنا؟ مسكين ابراهيم، مش وقت البكاء على الميت، خلينا ندور على الحي. اخوكي اكرم فين؟ هقول لك. ورجالتي يعرفوه ازاي؟ عندي صورته. تاخد نفس عشان تدفى. متشكر، انا دافيان هيك وعلقه. طبعا اذنك، الجاكيت بقى لحسن انا مرصرص قوي. انت مش خدت منه البنطلون قبل كده؟ وفيها ايه يعني؟ ناقص الكرافطة ويبقى الطقم كامل. هنكذب بانفسنا ونخبيهم البوليس مكانا. كابتن ريس. ها؟ ده لازم البوليس. روح لحالك، اوعى تيجي ورانا. قال اللي خدناه من تحت راسك يا وش النحس. اجري. على السلامة. تعفنتينا مغفل. هيك بتسموا ضابط المباحث في مصر؟ على سرميتي يا فنديكو، على سرميت الرئيس الجندرمة تبعكو. أكرم، أكرم، دول أصحابي اللي حيساعدوك مش الجندرمة. سيبوه. لمين؟ أختي. خي حبيبي. أختي حبيبتي، مشتاق لك كتير. من سنين طويلة ما شفتك يا خيي. ما كنت هيك؟ ما كان لك هالأوان؟ وانت كمان ما كنت هيك، ما كان إلك شوارب، ما كان إلك هالعضلات. يسلم لي شبابك. ما بعرف كيف بدي أحكي. متأسف، متأسف، ما تأخذوني. أعصابي كانت تعبانة من البرد والجوع والخوف من الجندرمة. خير انت تعمل شر تلقى. سيد أكرم، لو قدامك وهبة وافهم إنك بقيت بين أصدقاء وبعيد عن أي خطر. وجنب اختي حبيبتي. الفضل كله لعصمت. والله خجلان كتير، تفيت بوشه بدل ما بوسه. اسف خي عصمت، اسف. حصل خير، انا برضو ابن كارو مقدر الظروف والمتاعب اللي كنت فيها. صحيح. قول لي، انت ازاي هربت من بوليس في البرازيل ووصلت مصر بالسلامه؟ الباسبور تبعي كان جاهز، تذكره الطياره مقطوعه، سافرت. يعني قتلت الراجل وانت عامل حسابك انك تفك؟ يا خي ماني قاتل، جاك مات في ايدي غصب عني، حد يقتل شريكي وصديق عمره وهو فايو. كنت سكران؟ كنت زعلان. أنا وجاك كسرنا محل مجوهرات وخدنا اللي فيه النصيب. سرقته كام؟ شو هالأهانات؟ مالها سرقة؟ محل رأس ماله ملايين، أخذنا ما أنتو 100,000 دولار، مالها سرقة؟ بعتبرها تذكارات، عينات، مساعدة من المحل منشان نكون مستقبلنا أنا وجاك. لكن باين عليك ضيعت مستقبل جاك. ما كان بودي، يا سيدي جينا نقسم ببيت جاك، جاك طمع، الدم طلع لراسي. ما بحب فراغة العين، بعد دقيقة لقيته على الأرض جتة، كيف قوصته ما بعرف. إحنا عارفين، غصب عنك. وشرفكم بكيت على جاك بحرقه وشلته ونايمته في سريره ورقدته على جنبه اليمين. ماني نادل حتى اتركه على الارض، ده صديقي. وامتى البوليس هناك اكتشف الجريمه؟ قبل ما تسافر ولا بعدها؟ ما بعتقد انه اكتشفها حتى اليوم، لان المرحوم جاك ساكن مع مرته وحدهم، ومرته بتزور اهلها في المكسيك وما بترجع قبل يوم الاحد، يعني بعد بكره. يعني مستخبي من يومين وبادلت رجالتي من غير لزوم. ظنيت انه مره جاك رجعت بكير وانا ما بسلم روحي بالساهل. طب ممكن توريني الباسبور اللي دخلت بيه مصر؟ فين الباسبور؟
ولا جيت من البرازيل لمصر في صندوق الخضار واللحمه زي ما جبناك لحد هنا عشان البوليس ما يشوفكش. والله يا ازعر مشتاق رحلك رحله طويله في صندوق برضو من اللي بتسموه عندكم هون تابوت. ايه ده كله؟ انت رحاله لفيت كتير. بعد اذنك هخليه معايا شويه. بقى كل اللي حصل ده علشان المجوهرات. بصراحك خي عصمت هذه صفقة العمر، ما قلت لك بتساوي 100 وجنبها 3 اصفار دولارات. طب ممكن اتفرج؟ اظن مش معقول وقعوا منك صفقة العمر. عافيني خي عصمت، ما بحب فرجيها لحد. خي اكرم لازم تثق فيا زي ما عايزني اثق فيك. انا علشان اطمن واقدر اساعدك لازم اشوف المجوهرات. اذا كان حجتك انك شايلها في حته قول لنا فين هي واحنا نجيبها. ايه بلعتها قديمه؟ المجوهرات موجوده، هيك هربتها من جندرنة الجمارك. اما انت العود بتفضل تنام على جنبك الشمال ولا على جنبك اليمين مثل جاك؟ علشان فنيتي اوصل. روق خي اكرم، بكره بتصيروا حبايب. صحيح تستاهل. متع نظرك خي عصمت، اتحقق يمكن تكون تقليل. مانيش خبير لكن بقدرها بعواطفي. قلبي لغايه دلوقتي حاسس انها حره. شو عم تعمل؟ بحفظها لك، ما اقبلش ابدا انك تتحزم بدليل الجريمه. يا سيدي اختي بتحفظها؟ ما انا خايف لا يفتشوها بسبب انها اختك. خي عصمت هيدي صفقة العمر وبكره كتير عمري يروح حضر. انت مستأمني على روحك مش هتستأمني على مجوهراتك. مستأمنك، الله يرضى عليك. دبر لي حالي، بدي اخرج وادخل واتمتع. ماني هربان من سجني عشان اتسجن هون. ما تحملش هم، انا هفكر لك في الطريقة اللي تخليك تعمل اللي انت عاوزه. المهم دلوقتي انك تقعد وتستريح هنا مع اختك عقبال ما ارجع لك. مشوار صغير بتاع ساعة بالكتير. افتكر انك جعان مش كده؟ كلك نظر خيي. كنتش نفتك في حاجة تانية؟ كاسين ويسكي مثلا؟ بشرب أدحين لكن نفسي في شيء ثالث كمان بيفتح شهيتي. أمر بتسمح لي ألقن هالبالون المحشي هوا درس من شان يحترم أسياده وما يضربهن وإخوانه مكتفين هون. ما فيش لزوم، قلبك أبيض. سيبوه يا فندينا، تعال لي بعد إذنك. أكرم تعجبني. دلوقتي ممكن اكل وشي بالميح. شهيتي انفتحت. شيلوه. ممكن اغسل وشي؟ ايوه اتفضل. اسمحي لي اعتذرك على اخوك. ربنا ما يحرمنيش منه. هو عنده فكره باللي حصل لاخوك ابراهيم؟ لا لسه مش عارفه اقول له ازاي. مش وقته، كفايه تعب الاعصاب اللي هو فيه. عندك حق. ان شاء الله تكوني راضيه عني. لغايه دلوقتي ايوه. ابتسامه الرضا دي انا في حياتي تملاها. عن اذنك. خلي البديل يجهز نفسه واسبقني على الجراج. انا رايح المشوار اياه وراجع. أنا كان حيغمى عليا لما سألك على الباسبور، كنت حموت لما طلب منك المجوهرات. يا عمال قلب هون، وليش كل هالزعبرة هم أصحابك مثل ما فهمتيني؟ من هم مسؤولين يا خيك؟ عندهم شك إني هربان من الجندرمة؟ عصمت ما بيعرفك وما شافك قبل اليوم، لازم يتأكد منك وبعدين بيعطيك ثقته وبيساعدك. يعني أنا أظهر الوساتي فيه وعطيته مجوهراتي؟ قلت لك ما في بينه وبين الجندرمة عمار، بخاف على نفسه، معه حق يا خيي لا تزعل. خلاص فهمت. حقك وحقه على راسي. لا مؤاخذة، أنا أصلي نسيت السجاير والبلط والكوفية عن إذنكم. ونسيت حاجة كمان أهم خي عصمة، الأكل والأدحين. ما عندكم فروج مشوي؟ عندنا دي واحدة وكل حاجة تبقى عندك. على فكرة إحنا كمان عندنا بروجرام كويس، دويتو اسبانيول ورقص عربي، بيعجبك؟ رقص عربي؟ بيزحل عقلي. تعال أوريك تتفرج منين من غير ما حد يشوفك. من هنا. منين خيي؟ علشان تقدر تتسلى عقبال ما ارجع.
يا الله في سماء الجنة تحت أقدامي مكتوب لي أطلع عليها من بعيد لبعيد وما أعيش فيها. وحياتك هي عصمة تشغل أريحة أوام، بدي أرقص أبوس أتمتع. أوام دي تهمني أكتر منك، اطمن عن إذنكم بقى علشان أرجع أوام. لميا، من زمان ما وصلني مكاتيب من خي إبراهيم، كيفه؟ إبراهيم كان في لبنان وقال لي في مكتوبه الأخراني إنه مسافر على تركيا لغاية نيسان. يعني ما بشوفه قبل شهر، والله مشتاق له كتير. المرة دي نزل بصحيح. وشوية كافيار وإزازة ويسكي من أحسن صنف، وتطلعهم أنت بنفسك فوق مش أي حد تاني، فاهم؟ فاهم يا فندم. ممكن أفهم أنا كمان إيه حكاية الكافيار والويسكي والهص هص دي؟ ده عشان أخو لمي. أخو لمي؟ يا سلام. إبراهيم أنت مش توليته برحمتك وتوفاه الله؟ ولا روحه حضرت وطالبة كافيار وويسكي ونور أحمر على الباب؟ أنا صحيح شهيد ومكتوب للجنة، يا ستي ده أخوها التاني اللي شرف من البرازيل. هو كسبك وصل كمان لحد البرازيل؟ اسمح لي أطلع أشوف بنفسي؟ مش وقت، اعملي معروف. تبقى كذاب. لا، مش هقدر أقنعك هنا. تعالي وأنا فاهمك كل حاجة عقبال ما تلبسي. ميعاد البروجرام قرب. تقدر تتكلمي على حريتك دلوقتي بس بصوت واطي. تفتكر عصمة تخرج راح فين؟ لازم راح يعمل ابحاث عشان يتاكد مننا. على العموم ما تخافيش، ما افتكرش ان في حاجه فاتت علينا. المهم ناخد بالنا كويس. كله يهون بس اشوف الحديد في ايدين افندينا. اي غلطه او مجرد كلمه تفلت هنروح في ده. انا متاسفه اللي غلطت واتكلمت على الباسبور والمجوهرات من غير ما اخد بالي. ما تاخذنيش، اصلي ما اشتغلتش لحراميه ولا بوليسه قبل كده. بالعكس، ده انت لغايه دلوقتي كويسه قوي. كفايه تمثيلك دور الاخت خصوصا اول ما تقابلنا، تستاهلي عليه ثلاث شرايط يعني شاويش، وما اقدرش اديك رتبه اكتر من كده لان انا شخصيا مش اكتر من ملازم اول. انا المكافاه اللي عايزاها منك انك تكون ملازم ليا. ارجوك تثقي فيا وما تخافيش من حاجه ابدا، تعتبريني فعلا اخ ليك مسؤول عن سلامتك وحمايتك. كتر خيرك. ده لازم الاكل. ادخل. الباسبور مظبوط والمجوهرات حرة فعلا ومش من مصر. مفيش مانع نحل له مشكلته مع البوليس ما دام ده هيرجعني لميا ويخليها تخف الحمل عن صمر، لان عملية الدولارات يهمني انها تتم بسرعة. على العموم البركة في السيد شريف اللي تخلى عن لميا في الوقت المناسب وخلاها ترجع لي. وبيت المجوهرات فينهم؟ هجيبهم في الامان في الوقت المناسب لانه صاحبهم ثقته فينا مهزوزه شويه. صاحبهم عادي، احنا كمان لازم ما نندلقش بسهوله. خد بالك عين الحب عمياء، لازم تراقبهم كويس. هحطهم تحت الميكروسكوب من الليله دي، هيباتوا مع بعض في اوضه واحده تحت المراقبه. وطبعا مش هيعرضوا بما انهم اخوات، وإذا لا سمح الله حصل أي حاجة هديهم تأشيرة خروج من الدنيا، هخليهم يحصلوا أخوه. أنت ناوي تنام معايا في نفس الأوضة؟ بلاش كلام في الحكاية دي دلوقتي، افتح الباب. من هيك غرفة بحمام ونومة جنب اختي حبيبتي بعد الوحدة والغربة. تخت كبير بيسعنا احنا الاثنين والسوستة تبعه متينة. انا حاسس ان احنا متعبين. طب راقب ربنا انت وما تسوقش فيها، مش معقول تنام جنبي. ارجوكي ما تسيقيش الظن بيا، انا متأكد انهم بيراقبونا من الأوضة اللي هناك من خرم المفتاح. حاسبي على كل كلمة تقوليها. ما بي ليه انام جنبك هيك وانت مثل الفل؟ باخد حمام سخن. تفتكري في ميه سخنه هلا؟ ايوه في. غيري هدومك انت وخش السرير. مرتاحه انت العصمه؟ تفتكري بيساعدنا؟
عصمة رجال آدمي. بخاف يكون مش واثق فينا. لا خدعين ولا غشاشين، ليش حتى ما يوثق فينا؟ اوف يا باي اوف 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 من عيونك اي اوف يا باي يا باي يا باي يا باي اوف اوف. شو هيدا؟ تفتكري كيف انام بالقميص والبنطلون مسخين؟ لقيت قميصك في الحمام لبسته. تستخسري في خيك؟ اه بس عيلي اختي جنبك رح نام على روحي. يوه نسيت اطفي النور وسكر الباب. انت حتنام جنبي صحيح؟ ارجوك ما تخافيش، انا مستعد انام في البلكونه. لكن لكن ايه؟ خايف لا يشوفوني في البلكونه لو كانوا مراقبيننا بصحيح. طب وبعدين؟ ولو نمت في الحمام هيشوفوكي من خرم الباب، يبقى ما فيش قدامي غير غير ايه؟ اني انام جنبك على الارض. ولا اقولك هنام على الفوتي ومدد رجلي على الكرسي ده. مخدة ولا غطا؟ الدنيا باردة عليكي، أنا اتغطى بالبلطو. أنا متأسفة. أنت معذورة، مهما كان أنا راجل غريب. أرجوك تطفي النور وتنامي وأنت مطمنة. لازم تقومي بكرة وأعصابك مرتاحة، لأن اللي جاي أصعب من اللي فات. لأنك تعبان كده مش مستريح. ما تحمليش همي، أنا واخد على أوحش من كده. شغلتكو صعبة ومتعبة. الطريق الشريف دايما كده، والمكافأة بسيطة، مع إن الواحد فيكو بيعرض نفسه للموت كل دقيقة. مش المهم الأجر، النجاح في القبض على المجرمين هو أجر الحقيقي، هو أكبر مكافأة ليا. حياة غريبة، مساكين أهالي الضباط اللي زيكوا وأولادهم. فكرتيني بالأولاد، وحشوني. عندك أولاد؟ أربع أولاد وخمس بنات. لكن أنت لسه صغير. أصلي متجوز ثلاثة. ثلاثة؟ أيوة، وبدور على الرابعة. بس ما يهمنيش، لكن مش يجوز عصمة تعرف حقيقتنا وحيموتونا. قلت لك ده كان عصفور ومشي خلاص. انا هقوم انام مطرحي. لا في عرضك. ما انا برضو نايم معاكي في الاوضه، مفيش داعي للخوف ابدا. انا مش خايفه، بس اعمل معروف خليك جنبي وحياه اولادك وبناتك والثلاث ستات اللي انت متجوزهم. انت صدقتي انا متجوز البوليس، مجنونه اللي ترضى بيا، وانا زي ما قلتي معرض للموت في كل دقيقه. هتترمل ويتيتم اولادها وهي في عز شبابها. زوجة ضابط البوليس لازم تكون فدائية. ربنا يوعدك بفدائية تسعدك وتهنيك، بس ما تسيبنيش. شاويش لميا، ممنوع الشاويش يمسك ايد الضابط بالشكل ده. اعزلني نفر، بس مش هسيب ايدك ابدا. حاضر.
بس نامي واطمني وتأكدي انك في امان، وزي ما قلت لك انا مسؤول عن حمايتك وسلامتك. يلا بقى اسمعي الاوامر. ابتسام. حاضر يا فندم. الرسمية ودراعه اليمين، وطبعا موضع ثقته وكلمة أسراره. مفيش حاجة في الدنيا تخليها تخونه ولا بالغيرة.
ايه رايك؟ بالغيره يمكن، وفي الوقت نفسه هتكون من صديقها اللي بيخفف عنها وتعتمد عليه وتسند راسها على صدره وتفضل. شد حيلك. انا من ناحيه وانت من ناحيه، بس خليك عاقله وبلاش تهور. عصمت مبدأه كل شيء بتمن. انا هعرف ازاي اقنعه بالدفع المؤجل. هيقبل، وبعدين تبص تلاقيه طلبك بالاقساط كلها مره واحده. ما تنسيش انه معدوم الاخلاق والضمير. ما تنساش انك جنبي وملازم ليا. ايه ده؟ دي معجزة بسيطة من معجزات الساحر الهندي العالمي رابادار جمهالا. تشرفت، تشرفت. اكسلنس، أنا زعلان. تريفاشي، فيري أنجري، ستيتي مونوس، زعلان بكل اللغات. اشمعنى يا تي؟ بوركوا بركي؟ واحد زي أنا، فلتة، عالمي، مونديال، انترناشونال، عندنا يا شي من كل دول العالم يعمل النمرو بتاع قصدي المعجزات بتاعتي في اخر البرنامج، والناس سكرانين مش شايفين، نايمين. امبوسيبل. نتكلم في الحكايه دي بكره، انا مشغول شويه دلوقتي. اكسلانس، دي اول مره ليا في مصر، كان لازم الاوديانس يكون صاحي عشان يشوف عبقريتي، يعمل بروباجندا كبيره. مصر كله هيجي هنا بكره. انت الخسران مش انا. قلت لك مشغول شويه، نتكلم في الحكايه دي بكره. فهمت؟ كومبري؟ كابيتو؟ كاتاستروف. اكسكيوز موا، اكسكيوز مي، عن اذنك. يا عالمي، يا مونديال. وي، ممكن تفرجني على شوية معجزات من بتوعك؟ افيك بليزير. هتيجي مجنون، عباسية، عصفورية. ابري موا افتر مي. تعال. رابادار جمهالا، ثانك يو. ناو لوك. All right. Thank you. Madame, vous permettez? Oui. Merci. Merci. You want to drink? Yes. مش قلتلك؟ الحمد لله. إن شاء الله اللعبة جاي هيعملها أحلى. Now, car. I want a champ. A fatwa. Here's a fatwa. Here's a fatwa. Pick a car. Put it here. Thank you. Now hold this. Ha. هلا انت واحد كليفتي هنا فيك. كليفتي؟ هنا كمان في حاجه، انت حرامي جعان. ايه ده؟ في واحد كمان هنا، اتكلم. هنا في واحد. ايه ده؟ انت كمان حرامي، هنا في حاجه. ايه ده؟ برافو عليك اكرم، حيجنن الناس، هيهوسهم. $2000 الليلة دي عاوزك تضربي كل أرقام القياسية السابقة.
على ما اقنع لميا انكم تتعاونوا سوا. نتعاون في حبك يا هارون الرشيد. لا، تتعاونوا سوا في جمع الدولارات، لانها تغني في الكباريه زي ما انت بترقصي. واظن بعد ما لقيت لاخوها طاقيه لخفه مش هتقدر تقول لا. ما هو ده اللي انا خايفه منه، انها مش هتقدر تقول لا. خلاص يا ستي، اطمنتي على العزيز الغالي؟ انا فعلا ما كنتش اعرف انه غالي عليا كده الا لما رجع من البرازيل. هو يا ستي في محل عام ورايح جاي على مزاجه، ومعاه باسبور هندي صادر من كالكتا. انت طبعا شفتي ازاي شلنا صوره الراجل الهندي وحطينا صوره اكرم والختم اللي عليها، ولا سكوتلاند يارد يقدر يفس انه مزور. بس انا خايفه للساحر الحقيقي يظهر تاني. ده مستحيل، لانه عندي في العزبه تحت المراقبه، واذا فكر انه يرجع من غير اوامري هيتوفى، وهيفضل اخوكي طول حياته الساحر الهندي العالمي رابادار جمهالا. العبقريه اللي محيره البوليس لسه يا ما هتحيره. وما تنساش كمان شطاره اكرم، ازاي حفظ الالعاب دي كلها بيومين؟ ازاي بيقوم بدوره كانه اتولد ساحر؟ ايه رايك لو تشتغلي زي سمره مع السواح في الكازم؟ هتكسبي ذهب، ثم هي مش في جمالك ولا تملك ربع مواهبك. مفيش حاجه تقدر عليها سمره، انا ما اقدرش عليها. فهمني هي بتعمل ايه وهتشوف. سمره بتاخد السواح المعجبين يلعبوا روليت. زيرو. هارد لك دارلي. معلش، ممكن ناخد كاش؟ ممكن. أنا وشي وحش عليك، أنت خسرت كتير. أوه نو دارلينج، أنا قلبي بيقول لي إنك لو لعبت تاني هتكسب. أنا عاوز ماشي كلام قلبك، لكن فلوس مصري خلصت. عندك دولارات؟ شور. أنا علشان خاطرك ممكن أغير لك الدولارات بفلوس مصر من هنا بسعر أحسن من البنك، بس مش لازم حد يعرف عشان دي ممنوع. بعدين سمرة كلابوش، شوف إذا كان أصحابك كمان عايزين. جنيه مصري كم دولار؟ 2 دولار ونص، عندك كيس. أوه وات ذا برايس. اتفقنا. هبتدي الشغل إمتى؟ مش دلوقتي، أنا اللي مستعجل عليها حاجة صبرت عليها كتير. يا ترى بعد كل اللي عملته تأكدتي من إخلاصي ليكي ولا لأ؟ صدقيني أنا بحبك، بحبك أنت بس. ها بقى أنت بتحبني؟ بإجرام. وسمرة بتحس ناحيتها بإيه؟ بأخوة؟ وشرف جدي كاظم باشا، أنا ما بقبل سمرة ولا طقها برضو. ها طب وحياة أنت كيمة اللي عمري ما أحلف بيها باطل، سمرة مفروضة عليا. من مين؟ من قلبك ولا من جوزها ديورس؟ صدقيني أنا لو بإيدي مش هفورها من حياتي، هفورها من الدنيا كلها. لكن سمرة طوق حديد مربوط في رقبتي بإفليل أصلي، ومفتاحه مش معايا. أهي دي تستاهل. ها بصحيح، لما تلاقي المفتاح ابقى قولي عشان أصدقك وأفتح لك قلبي أنا كمان. أنا أقدر أقنعك وأخليك تصدقيني، لكن لكن إيه يا عزمت؟ لكن إيه اللي بتحبني؟ دي أسرار الشغل ما أقدرش أقولها. أسرار تعرفها سمرة لكن أنا لأ. ده أكبر دليل على إنك بتحبني أنا مش هي. اسمح لي اقول لك ان حكايه الاسرار دي بقت حجه قديمه مستهلكه. يظهر انك ناسي اني انا واخويا تحت رحمتك، واي سر تقوله لازم يبقى في بير غصب عننا. اول مره في حياتي احس اني مغفل، معذب نفسي من غير لزوم. انا يا ستي الراجل التاني. الراجل التاني؟ ايوه، لان في الراجل الاول زعيم المنظمة الحقيقي وممولها، هو اللي معاه المفتاح وما قدرش يخلف له أمر. حضرته معجب بنشاط سمرة وفرضها عليا. يا سلام على التواضع، بقى أنت لك رئيس؟ مع الأسف أنا ولي العهد بس. غريبة، إزاي ما خدتش بالي من الحكاية دي طول مدة شغلي معاكوا في الكباريه؟ مفيش مخلوق يعرفه ولا شافه إلا أنا. ولا حتى سمرة؟ حياتي أقل تمن أدفعه لو أي مخلوق شم ريحته. عرفتي دلوقتي انه سمره عيله على قلبي؟ اظني بعد اللي عرفتيه وعملته لاخوكي اكرم لازم تقدري خدماتي. كتر خيرك يا عزمت. حاف كده شفوي، بلاش جنون لحد يخش علينا. مش قادر اصبر لغايه ما نبقى لوحدينا بالليل. لوحدينا بالليل؟ طب وسمره واكرم؟ سمره هقول لها انه بعد ما اوصلك هروح للراجل الكبير اسلمه الدولارات اللي هتورضها. واكرم؟
أكرم من الليلة ما بقاش أخوكي، بقى ربضار جمهالة، يعني مستحيل ينام معاكي في أوضة واحدة. هحجز له في القندة فخمة لكن بعيد عنك. ما تخافيش، أنا مرتب كل حاجة. اللي أنا طمعان فيه دلوقتي أبريتيف، أظني أستاهله. تستاهل يا عصمت. بعدين التانية تغير. ما تخافيش، سمرة تحت مع السواح. قصدي إيدي التانية تهون عليك تغير. أنا أكره الغيرة. لا مؤاخذة، أصل النور الأحمر ما كانش والع. إحنا خلاص اتفقنا يا ستي. لميا قبلت إنها تتعاون معانا، ومن بكرة هتساعدك مع السواح. وتساعدك أنت على إنك تخوني، مش كده؟ سمرة، أنت غلطانة. أنا لغاية دلوقتي مش غلطانة، لكن بعد كده هغلط معاكي بصحيح يا لميا. اتفضل. أدي 3000 دولار في 5 دقايق. أنا مش محتاجة لمساعدة حد. برضه لو أساعدك يكون أحسن، زيادة الخير خيرين. السواح اغلبهم امريكان بيموتوا في اللون الخمري، لكن الشقره اللي زيك ملهاش تاثير غير على الهنود بس. يا حبيبتي مفيش حد يفضل البلح الامهات اللي وقيته بقرشين عن التفاح الامريكاني اللي وقيته باتنين جنيه. التفاح الامريكاني في امريكا مرطرط مالوش سعر، بيوكلوه للبهايم، ده لما يغمق ويعطل. يا جماعه مفيش لزوم للكلام ده. خليها تنزل معايا تحت في الكازينو وانا اوريها مقامها. انا لو نزلت تحت هخليهم يفرشوا الارض تحت رجليا دولارات، وانا لو عايزاهم يوزنوني بالدولارات. ليش كل هالضجه؟ ابو سمره زعلان؟ ايه، لم يمزعل اجمل عضو في جسم عصابه خي اسمه، مزعل ان انت البراندي اللي بيكفي الواحد يبصلها من بعيد حتى يسكر. قول لاختك فهمها. بدي افهم انا قبلها؟ ده سوء تفاهم بسيط، سببه مقارنه بين تاثير السمره والشقره على مخاليق الله. انا ما سمعت مقارنه، انا سمعت ردع، وهيدا ما بيليق هون. بعدين بيصير بيناتكم بارزه فنيه على المسرح. سمرة عم تطعن لميا بخناجر الحركات وسهام الرقصات، ولميا عم ترد عليها بسيوف المغنى ومدافع الاهات. وخي اسمه بيقبض المصاري والليرات. يقصف عمرك، الك بخت اللي اتشرفت بمعرفتي. هي فعلا فكره جنان. المهم دلوقتي انه سمرة تعتذر لميا لانها هي اللي ابتدت. انا استحيل اعتذر لحد. بعتذر لكم انا وبفوزكم وبصالحكم كمان. راسك خيتي لميا، راسك ابو سمرة. منيح خدها احسن، وبنتهزها فرصه وبوس مخزن العبقريه، جراج الزكاوه والالمعيه. راسك خيي، راسك اللي دبرت لي حالي. ما شفتوا كيف الناس تحت قطعوا ايديهم من التصفيق للسكسيد تبعي؟ تسلم لي اريحتك خيي، وبيقدرني اللي خلقك على رد جميلك. تسمح تغير لي الدولارات دول اللي اصحابهم ملطوعين تحت لا يقلقوا؟ دولارات؟ حقيقي ولا ماركه الفابريكا تبعك؟ دي ماركه ايزنهاور. التزييف مش كاري، انا ليا في التهريب بس. بتحب التخصص؟ مثل الدكاترة. وبنسبة فتح الخزنة كيف صحة المجوهرات تبعي يا دكتور عصمت؟ بخير. بعد أشوفهم؟ المجوهرات مش هنا. فين وديتهم؟ ما تخافش، المجوهرات في الأمان، في حتة يستحيل أي حد يعرفها أو يوصل لها إلا أنا. وقت ما تعوزهم هتلاقيهم عندك. تفضل يا روح. عصمت عايز يوصلني ويسهر معايا لوحدي. بعد الخدمات اللي عملها لي. انت مجنون؟ اظن دلوقتي ممكن نقفل الدكان ونروح ننام كلنا مستريحين. ما بيجي لي نوم قبل ما اطفي نار الشغل اللي بتحرقني وبتحرق اختي. تسمح لي ابوسك خيي باسم عائلة سكر. ما تاخذني، دقني بتشوكك وانت بدك ناعم. فهمان انا خيي، فهمان؟ تعجبني. طبعا لازمك مصاري. فهمان انت خيي، فهمان. عندك بقى اوتيل سيمراميس تقدر تحجز فيه جناح على البحر. وليه ما بسكن مع اختي حبيبتي؟ لا، ما تخلينيش اغير رايي فيك. انت من الليله محدش لازم يشوفك ابدا مع اختك، لان البوليس ضروري هيراقبها. ارجوك تنسى مؤقتا انك اخوها، وما تخيبش ظني فيك. ما بخيب ظنك ابدا. انا بالباسبور الهندي اللي معي حجزت الغرفه المجاوره لاختي في الاوتيل تبعها بصفتي ساحر هندي، مش بصفتي خيها. حسكن هناك مثل مساكن الدويتو اسبانيول اللي بيشتغل معنا هون. ما تخاف، ما حد هيشوفنا سوا ابدا. انت بتوصلها، انا بحصلها وحدي. بعدين بنفتح الباب بين الغرفتين، بنحاكي بعض، نلعب ورق. والاهم من ده كله خيي، اللي ما انت ناسيه لكن بدك تمتحني فيه، انا عارف ذكاء. مين هيساعدني كل يوم في شيل وحط هالمكياج؟
في توضيب هالباترينات وهالملابس المخلبطة. مين هيتأكد ان كل هيدا متقون كل مرة قبل ما اخرج؟ الساحر الهندي اللي في عزته؟ البوليس؟ ضروري اختي. ما تمتحني بعد اليوم خي عصمت. ما تفكر ان تحت هالطاسة بولوبيت هون مخ. انا اعتذر، ما كانش لازم اشك في ذكائك ابدا. تفضلوا تفضلوا. قطعها ملوش فايدة، انا مرة موجود. انا اقنعته انه شغلك معاه وده هيساعدنا كتير. دي فعلا الطريقة اللي يمكن توصلها. وانا من بكرة هبعت مندوب من عندنا يكون موجود في الكباريه باستمرار، عشان لو حسيته ان عصمت رايح الحتة الامان او اي ظرف طارئ تقدروا تبلغونا بسرعة. المندوب هيكون لابس خاتم في خنصر ايده الشمال وفص بوران كبير وكرافته بدبوس مشبك وطرق اصابه لما نبص له. انت لسه فاكر؟ كانت مغامرة اسهل من دي بكتير. قبضنا العصابة كلها في 48 ساعة. المرة دي هتكون سهلة كمان. انت ناسي ان معاك الشاويش لمية؟ تصبح على خير. اظن ما انت نفسك المدة تطول قوي. ليه يا اختي؟ طب انا طالب القرب منك. انا طالب منك انك تروح بقى. مالك؟ بفكر في صعوبة الدور اللي بمثلها. لازم مضايقك قوي ان واحد غريب زي يبقى اخوك. بالعكس، انا من ناحيتك انت حاسه انك اخويا فعلا. الصعب عليا قوي اني اتظاهر بالحب لعصمت مع اني مكرهش حد في الدنيا قده. لازم المعلومات المهمه اللي عرفتيها منه كلفتك كتير. الحقيقه مش قوي، يعني ما اضطرتش اوصف له اوامه واقول له مثلا انه اجمل عضو في جسم العصابه، ولا اتغزل في حسنه واقول له ابو سمره ليه، ولا انيت البراند اللي بتسكر غايته بس ايديا. وبعدين بصوا انا في خده بس. ما انت بص سمره قد انا مش هيجرالي حاجه مهما غزلتها، لكن انت اللي مش دايما هتيجي معاك سليمه واطلع ماجر الاوضه اللي جنبك في الاوتيل. ارجوكي بلاش التهور ده مره تانيه. أرجوك أنت بلاش التكشير ده مرة تانية، مش لايق في الزعل، لأن عينك دايما بتضحك. أول مرة أخد بالي فيها من لون عينيك، عسلية مش كده؟ تصبحي على خير. من غير ما أعتذر لك أشكرك على إنك حميتني من عصمت. أنا لو رئيسك أدي لك على الحكاية دي لوحدها دبورة زيادة. دبورة؟ يا ريت. من بقك لباب السماء. لا، من بقي لخدك. كنت فين يا عصمت؟ على مهلك، فكر في كذبة معقولة عشان أصدقك. كنت سهران عند طنط كيمت. أنا شايفاك بعينيا وأنت خارج مع لمية. أنت كنت معاها في الأوتيل لغاية دلوقتي. أنا وصلت لمية لباب الأوتيل بس، وبعدين رحت لطنط كيمة. كذاب، قلتها قبل ما تقوليها. دايما نفس الكلمة. وبعدين لازم أغازلك وأرضيكي. المرة دي سحرك وجاذبيتك مش هيأثروا علي. كل شيء وله آخر. كلمة قلتيها حكمة. كل شيء وله آخر. أنا عايش معاكي في سجن يا سمرة، وأنت السجان اللي بيعد عليا كل خطوة، كل حركة، كل نفس. تفتكر لحد امتى هستحمل الحياة بالشكل ده؟ أنا مستعدة أسد وداني، أغمض عيني عن أي حاجة تعملها، بس بعد ما لمية وأخوها يروحوا لحالهم ويسيبونا في حالنا. كفاية اللي عملته عشانهم. أنت مجنونة. أنا هبقى مجنونة لو ما سمعتش كلامي يا عصمت. لمية وأخوها لازم يبعدوا عننا. إيه اليوم اللي آخد فيه أوامر من سكينة الفقي؟ سكينة الفقي بتدافع عن مستقبلها ومستقبل بنتها، عن شاء عمرها. أنا مستحيل أسيب لمية تاخدك مني بالسهولة اللي أنت فاكرها. أنت غلطانة. لمية مش أكتر من أي واحدة عرفتها قبل كده، وأنا برضو معاكي. لو كانت زي غيرها ما كنتش ضربتني علشان هي كلمة واحدة. ابعد عن لمية وإلا هتندم يا عصمت. بتهدديني يا سمرة؟ أيوه. هبلغ البوليس عنك وعن أخوها.
هقدر اعمل اللي انت عايز، مش هسكت. حاول يا اخويا كل ما اعرفه. سلامتها مالها منى؟ اطلعي الدكتوره وين؟ كله من غيرتك العاميه. بكره لما تشوفي اكرم اساليه هو ساكن وعايش فين، هتعرفي اني بريء من كل اتهاماتك. انا هسالك انت بس يا عزمت، لو جرى لها حاجه هحاسبك انت بس يا عزمت. Oh.
توديه وتجيبه وتلوع قلبي حبيبه يا الله على السكسي اللي سببه هالمخ. لمياء وسمرة صاروا بيمضوا اوتوغرافات بيشتغلوا بالسينما وبينشروا صورهم على غلافات المجلات. حق المعجبين يخلوك تمض انت كمان جنب سمرة. سمرة وحرموها درويش تيلور. ويا سلام لو تعمل عجرتك اوتوغراف ويقولك عليها المعجبين. يوسف عمره لسه بتفكر كيف عم بتهرب دولارات؟ ولقيت الطريقة. طريقة جديدة. جديدة قوي. بس فاضل اتخلص من المشاكل التانية اللي جدت في سكة الشغل. بدك تفكر كمان كيف بتصير الصلاة تبعك طوابق فوق بعضها حتى تساعد الناس اللي هتجيلك بعد ما تسمع على هالمبارزة الفنية، على هالتقويص اللي يزح للعقل. يا ترى التقويص الحقيقي ما وحشكش يا خي اكرم؟ كيف بيوحشني وانا ما قوصت حد غير صديقي جاك غصب عني؟ ايه التواضع ده؟ ده انا سمعت انك عندك دكتوراه في التقويص. اختي قالت لك؟ اخوك ابراهيم وانت السالك. كلمني كتير عن تاريخك. المؤهلات اللي عندك ممكن تكسبك ذهب. مش معقول تدفنها بالحياة. بدفنها احسن ما بندفن انا بعز شبابي. بصرحك خي عصمت انا تبت ونويت اعيش شريف. وهتعيش شريف ازاي؟ على حساب اختك؟ انا بالمجوهرات تبعي صفقة العمر اللي حضرتك شايلها بعينيك مثل ما بتقول كل ما بسألك عنها ممكن اسوي حالي ببيعها واعيش مبسوط. وهتبيعها فين ان شاء الله؟ هون بمصر. ما بتقدر انت تصرفها؟ ها على رأي اختك لميا. خي اكرم البوليس عارف انك انت دلوقتي هنا في مصر ومبلغ في كل حتة عن اوصاف صفقة العمر، لكن إذا هربتها لك أنا بيروت مثلا وتسافر أنت هناك بالباسبور الهندي هنقدر نبيعها وتعيش هناك حر والبوليس لسه فاهم إنك هنا في مصر. يسلم لي هالعقل. والله ما بيقدر يفكر مثلك رومل ومنتجمري مخلبطين ببعض هون. تسمح لي أبوسك؟ حلمك أمال تعيشني حر بلبنان تبيع لي صفقة العمر وأصبر ما أبوسك؟ أنت مش مسافر المرة دي بالمجوهرات. كيف؟ أنا خدمتك كتير معايا ولا لأ؟ معاه. وهخدمك كمان معاه. وليه بقى الخدمات دي كلها؟ بعرف ما منشان سواد عيوني ولا السكس أبيل تبعي. كيف بتريد أدفع ثمن خدماتك خي أصمت؟ خدمة كده غصب عنك. مين بتريد أوصه؟ تعجبني. مين خلصني حتى أسافر؟ مين دي هتعرفها بعدين لكن دلوقتي لأ. المهم ان محدش يعرف ولا حتى اختك لميا انك مسافر لبنان علشان تقوص حد. فاهم خي اكرم؟ بنفذ اوامرك وبقوص اللي بتقولي عليه بعدين، لكن غصب عني، الله شاهد مني مجرم غصب عني. انا عارف انت بقيت شريف وتبت، روق بقى وانزل علشان نمرتك. الليله هنجتمع عندي في البيت من غير اختك لميا. اتفقنا؟ اتفقنا، الله بيسامحك وبيسامحني، الله بيسامحك وبيسامحني. عيونها سحر عيون امها يحرسها لكم الله. الكم غيرها؟ هي اللي حلتي من الدنيا. ما
نهيق هالحمار الأزعر اللي خلفته بغلى من فيل ما عنده نظر أعمى، ما بيصحي بنتك؟ منى في المستشفى بقالها أكتر من جمعة. مالها بعد الشر؟ أصلها وقعت من على السلم، كانت بتلعب، ده غير إن صحتها ضعيفة من الأول، عندها رب. شي فظيع، الله يكون بعونك. لازم ترقصي وتفرجي الناس وتبسطيهم وقلبك عم تقطع. وخي عصمت لازم يفكر ويدبر حال الشغل وقلبه عم تحصر على بنته. مسكين عصمت، الحسرة حتموته من الضحك. اديله واحد ويسكي يا احسن بار. عصفور سكران يا عصمت، حوشوا عندي وحش. يا شيخة دول بيهزروا، خلينا نتفرج شوية. توصى شوية عشان اديلك بقشيش كويس تحطه في العصالة اللي طالعة لك تحت افاك. فرصة تغسل بيها معدتك من الطافية والبراندي، ماركة هدمت بيتي اللي بتطفحوا في البار اللي في حارتكم. براندي ماركة هدمت بيتي، سمعت دي يا اكرم؟ ايه ده؟ انا عايز الدبل، وتحطيلي عليه كوكاكولا زي اولاد الزواج. مفيش عندنا هنا غير صودا يا ابن زوات الاربع. بتنكد. طب نجرى، هات لي كوكاكولا بالتلاجة اللي جوه. نجر انت، هات لي نفسك. تكونش فاكر نفسك جوز الست بصحيح. عصفور الافيه تعذر، دلوقتي هيموتونا من الضحك. انت هنا مش اكتر من خدام. انا مش خدام حد ابدا، انا زيك واحسن منك كمان. احسن مني دي عندك حق فيه. تعرف ليه؟ عشان عندك أدب زيادة. أبطلك التريقة على الحكاية دي. أعرف أنا مصيري إيه؟ قرب أمار، ما يصحش يسمعوا، ده بيني وبينك بس، اسمع أمار. يصير أنا في يوم من الأيام أصاحب واحدة وأخليك تتجوزها لي. دكتور فتحي اوام. ادي نتيجة الهزار، لو كنت حشتهم من الاول ما كانتش الحكاية وصلت لغاية كده. كل الناس لما بتشرب بتهرج وتضحك، دول قلبوها بغم. انا لولا اكرم كنت قتلت عصفور. كنت هتروح في داهيه وتوديني معاك انا كمان في داهيه. ديورز، الدكتور هيعمل فيه دلوقتي؟ مش لازم يحط رجله في الجبس؟ بتظن ايه غير هيك؟ بيديله شربه؟ بيحط له قطره حتى يخف؟ يعني رجله هتبقى في كبيرة جبس لحد هنا. في الكبيرة دي هنهرب الدولارات. انت اتجننت تستغل مصيبة زي دي في عملية تهريب. ديورز خلاص رجله مكسورة، وده مش هيزودها، انما هيفيدنا. انا مهما فكرت ما كنتش هوصل لطريقة جديدة، طريقة جنان زي دي اعمي بيها البوليس على الدولارات. ببني لك تمثال من حجر مثل قلبك في وسط جمعة للصوصية والاجرام، بنشيها باسمك وبعينك عميد ليها. لكن بتسمح لي اسالك، كيف تتصور ان البوليس ما بيفتش ديورز؟ ما بيكسر الجبس حتى بيخليه مثل فتافيت السكر. ده ما فاتنيش، انا عارف انه هيحصل وعامل احتياطاتي. فهمت، لازم بدك تحط فوق راس صوره واشنطن المرسومه على الدولارات طاقه لخفه حتى ما بيلاقوها. مفتاح اللغز اللي مش هتعرف تحله ابدا مهما فكرت فيه، في جواب هبعته.
هتعرفه بعدين مش دلوقتي. انت بدك معجزة مش جواب. الجواب ده فعلا معجزة سحر، هيوصل الدولارات بسلامة من هنا لبيروت. تفتكر ان البوليس اللي عارف كويس ان ديورز عايش وبيشتغل معاك هيديله تأشيرة خروج من مصر بالسهولة اللي انت فاكرها؟ دي برضو لها حل. الهانم حرمه عندها عقد في الكباريه تبع المنظمة بيروت، وانت عارفة ان انا عندي عقود جاهزة للطوارئ دي، ما عليكي غير انك تمضيها ونحط عليها التاريخ. فطبعا لازم تسافري، ومن حق جوزك انه يسافر معاكي فرصة للاستشفاء. يعني عايز تسفرني انا كمان؟ يهون عليك الدولارات اللي تعبتي في لمهم، لكن مسافة السكة يا روحي يا دوبك توصلي وبعدين ترجعي. ازاي؟ الشغل هناك ما عجبكيش من اول ليلة، وطبعا الادارة اللي هي تبعنا مش هتعترض. والبوليس ما بيعارض في سفر سمرة نفسها، حياة قلبك وام بنتك. الجواب المعجزة هيحل الاشكال ده كمان. سلمني انت بس باسبور ربادار جمهالة وجهز نفسك للسفر. اكرم هيسافر معانا؟ معاكو ومش معاكو، بكونتراته في نفس الكباريه. هيقوم هناك بخدمة للراجل الكبير، جه دوره وقته، هو هيفضل يتفرج علينا لحد امتى؟ باسبورك خي اكرم. احنا تعبناك قوي معانا الليله دي، لكن معلش كل شيء وله ثمنه. تصبح على خير. اللي بتشرف معرفتك ما بيشوف خير، بيصير مشدوب. انت بس تبطل تفكير في المعجزه وما تحاولش تعرف اي حاجه دلوقتي، وبعدين هريحك زي ما اتفقنا. زي ما اتفقنا غصب عني. الله بيسامحك وبسامحني. الله بيسامحك وبسامحني. أكرم أخو لميا هنسافر. ترتيبات غريبة يا عصمت. هي فعلا غريبة وتحير، لكن لها سبب، سبب مهم يا سمرة، هيغير مجرى حياتك وحياتي، هيريحك ويريحني. كلامك كله ألغاز الليلة دي. مفاجآت يا روح، بس امسكي أعصابك. بعد اللي حصل بيننا والبنتنا قررت ان دي تكون اخر عملية انتحارية لصالح الراجل الكبير. ايوة يا سمرة، وهنعيش انا وانتي وبنتنا في امان زي بقية الناس، ونعوض كل اللي فات. والراجل الكبير هيوافق على كده؟ خلاص وافق، وهيديني 60,000 جنيه، قصتي كاملة واكتر شوية. ههرب من بيروت مع دولارات تأمين لحياتنا. مش قادرة اصدق. وفي مفاجأة تانية أكبر من ده كله، بعد ما تتمي العملية وترجعي هتطلقي ديورز، لأني هتجوزك. سامع مالك بتبصيلي كده ليه؟ مسكينة، قسيتي وتعذبتي كتير، لكن معلش كل شيء ولو آخر، كل شيء ولو آخر. عصابة عصمت كاظم تنوي تهريب أموال طائلة في جبيرة جبس حول قدم درويش العطار المسافر إلى لبنان برفقة زوجته سكينة الفقي الشهيرة بسمرة. الإمضاء مجهول. ملحوظة: أحتفظ بحقي في المكافأة القانونية كمرشد في حالة ثبوت البلاغ، والدليل على شخصيتي خط يدي، وده طبعا مش خط إيده أبدا. يبقى ده الجواب المعجزة اللي قالنا عليه كمان. أيوة يا فندم، لأن هو ده اللي هيخلينا نصرح لهم بالسفر، بأمل إننا هنظبطهم متلبسين. يعني عصمت عاوزنا نفتشهم ونلاقي المهربات نقبض عليهم وبالتالي عليه. مش معقول يا فندم، دي لعبة بيلعبها علينا. على العموم احنا لازم نتخذ كل الاجراءات الطبيعية بناء على الجواب ده، وإلا هنعرض كمان لشكوك عصمت. طبعا عصمت ده لكن الليلة دي هو رايح يجيب الدولارات اللي هتتهرب من عند الراجل الكبير،
مش هيفلت مننا ابدا. زي ما قلت لك، الجواب المسحور عمل عمايله. زمانهم بيحلموا بضبط المجوهرات ونهايه عصمه كاظم. عزرائيل والجن الاحمر تبعه ما بيقدروا على عصمه كاظم. عزرائيل ده انت هتنوب عنه ببيروت. بعد ما الدولارات و60,000 جنيه يوصلوا بالسلامه ويتسلموا هناك، هتبدا مهمتك. ممكن اتشرف باسم المرحوم اللي بتريد اخلصك منه؟ ايوه، ممكن دلوقتي قوي. المرحوم هو سمره. فاضي يا اسطى؟ اتفضل. خليكم انتوا هنا وفتحوا عينيكم برضو. حاضر. كيف حالها؟ زي ما هي. بكره بتخف. ربك بيصلح الحال وبيعدلها. عصمة تتأخر. عصمة وراه أشغال كتير الليلة. ده مش من الكباري الساعة 11. الحمد لله اللي دي آخر مرة. بتمنى من كل قلبي تكون آخر مرة. حتى يرتاح قلبك. ويرتاح مخي. مين ده؟ ده عصمت وصل الحمد لله. خي أكرم ما عرفنيش ولا إيه؟ بصرحك ماني عارف ولا فهمان شيء. دول هدوم الشغل اللي بتوه بيهم البوليس، وده سبت خضار في كرومباية. شوية بتنجان وقوطة. $60,000 مصري و$40,000. أنا كنت فاكرة إنه حسام حيعرف الليلة دي مين هو الراجل الكبير، وما يبقاش في داعي لإنك تسافر. ده لازم حسام. إيه دول؟ خفاي حنين؟ جزمة أصلها جديدة وبتزيق، وصوابع رجليا ورمت من الوقفه 3 ساعات وانا بتفرج على سعاسمه. فين؟ خرج من كباريه بعربيته الساعه 11. وانت وراه؟ انا ومحجوب، وعند كوبري الجلاء سيروم يركب 6 جوليات اللي كانت مستنياه، حاجه كده لابسه شوال انما هيتفزر من الحشو اللي جواه. وفي الضلمه تحت ظلال الزيزفون عند دوران قصر النيل ركن. وهات يا غرام. وحضرتك هات يا فرجه. 3 ساعات وانا واقف ملطوع اتفرج عليه، وثلاث مرات احوش عنه بوليس الاداب. لا شك. وفي الاخر وصلها عماره الاوموبيليا، نزلت محجوب وراها وطلعت وراها. حضرته روح الفيلا عند سمره، ولما رجعت المحجوب لقيت حضرتها زاغت منه في الاسانسيرات. وتنى جاي على هنا. مسافه السكه. اللي انت كنت وراه مش عصمت. انت بتخرف؟ ده خرج قدامي من الكباريه وشايفه في النور وهو بيولع سيجاره قدام الجراج زي ما انا شايفك دلوقتي. وبعد النور حصل ايه؟ دخل الجراج، ركب عربيته وخرج، وانا وراه، عيني ما غفلتش عنه لغايه ما روح. اهو ما بين دخوله الجراج وخروج العربيه بيتغير، واحد غيره بيركب مطرحه.
ابني القديمة. ده اللي كان بيحصل من زمان واحنا دايخين. عصمت كان معايا عند سمرة، وصل الساعة 2 في هدوم جرسون يوناني ومعاه كل المهربات في سبت خضار. هنعمل ايه يا حسام؟ ده عايز اكرم يسافر الصبحية اسكندرية وبعد بكرة يكون على المركب في طريقه للبنان. اكرم لازم يسافر، لكن قعادي في لبنان بعيد عن عصمت هيشل خطتنا. نبقى نخلق سبب بمساعدة البوليس اللبناني يخليك ترجع. اللي اكتشفناه الليلة انتصار كبير لينا، تقدم ما كناش نحلم بيه. المرة الجاية عصمت مش هيقدر يضحك علينا. جهز نفسك للسفر ونفذ أوامره بالحرف. يعني عايزني أقتل سمرة؟ دي برضو نوضبها مع البوليس اللبناني، نوهمه إنها حصلت. أنا هسيبك دلوقتي عشان أتصل بالمدير، وهتصل بيك قبل ما تسافر. تصبح على خير. يا ريت عصمت كان عايزك تقتلني أنا مش سمرة، كنت سافرت معاك. لميا، أنا مهما حصل مش هنسى الأيام الجميلة، مش هنسى لميا أختي الجميلة الرقيقة الخوافة. أكرم أنت بتقول كده ليه؟ كأننا مش هنشوف بعض تاني أبدا. مين يعرف؟ لميا أنا خايف عليك، خايف عليك من عصمت. توعديني إنك تاخدي بالك من نفسك. أنا في حياتي حاجة جديدة، أمل كبير يخليني أحافظ على نفسي أكتر من الأول. أكرم إمتى يجي اليوم اللي أقدر أناديك فيه باسمك الحقيقي؟ أقول لك وأنا مش خايفة. كمال، كمال. تصبح على خير من غير ما تودعني. انت لسه مصمم على اني اختك؟ انا لازم احضر الشنط. من غير مساعدة الشاويش لميا؟ ده معقول؟ الشاويش لازم يسمع الاوامر، لازم ينام، والظابط لازم يقفل على نفسه بالترباس، مش كده؟ حتى في اخر ليلة لهم مع بعض. لازم. تصبح على خير. فهمتك ايه هي حياة ضابط البوليس اللي زيي ومصير اللي تتجوزه. انا ما يهمنيش اي حاجه ما دام هكون جنبك. لميا انت مسافر بكره ومين عارف هنشوف بعض تاني امتى. قلت انك بتحبني، قول كمان، قول. لا يا لميا، عينيك بتقول ايوه وانت بتقول لا. قول لي يا كمان، قول. تصبح على خير، تصبح على خير يا لميا. قول لي ايوه، قول لي ايوه ايوه، منك انت تبقى حلوه. قول لي قول، قول لي ايوه، قول لي ايوه ايوه، قول منك انت تبقى حلوه. قول لي قول، قول لي ايوه، قول لي ايوه ايوه، قول. انا من اول ما شفتك قلبي ده مش هو قلبي، مش هو قلبي. أنا من يوم ما عرفتك قلت أيوة أنت حبي، أيوة أنت حبي. قولي أيوة مرة واحدة، قولها يمكن ناري تهدى.
حلوة قولي قول، قولي أيوة قولي أيوة أيوة قول. إن شاء الله بكرة هتتحسن. بابا فين التحسن؟ أنا مش شايفة أبدا. بنتي خلاص هتروح مني، هتروح مني. لقيت الحقن والحبوب اللي قلت لك عليهم؟ ما عندناش منها أبدا. وبعدين؟ ممكن تديني أساميهم، يمكن ألاقيهم في أي أجزخانة. إحنا ما خليناش أجزخانة، ما دورناش فيها. مش معقول. الأدوية دي كانت بتجيلنا من بره، لكن دلوقتي ما بتوصلش علشان الحصار الاقتصادي والعمله الصعبه اللي مش لاقينها. حتى الرحمه والانسانيه السياسه الاستعماريه بتستغلهم علشان تضغط على مصر. على العموم في ادويه تانيه، لكن تاثيرها ابطا واخف، وده السبب في تاخير شفاء بنتك. ممكن تديني اساميهم، يمكن الاقيهم في لبنان. انا مسافر النهارده. هكتبهم لك. اتحرك، دنيني قوي يا ماما. هتسافري؟ انا رايحه اجيب لك الدواء يا حبيبتي عشان تخفي. سيبيني لوحدي يا ماما. عمك هيكون جنبك ليل ونهار، هيجي لك كل يوم وهيجيب لك لحم وفساتين. لا عمي بيضربك، عايزه اشوفه، عايزه اشوفه. لا يا منى، عمك كان بيحضر معاك، عمك بيحبك، لازم تحبيه. لا لا، اذا كنت بتحبي ماما لازم تحبي عمك. هو خلاص بقى كويس، صدقيني يا منى، ماما عمرها ما كدبت عليك. منى 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 منى، سيبني انا هحافظ على الدواء.
لي اسامي الادويه دي هتساعدنا كتير كتير قوي. يعني ما حد سأل فينا؟ ما تقلقيش دلوقتي يظهروا. من فضلك هي دي المركب اللي مسافره بيروت؟ لا دي لسه واصله اوروبا دلوقتي، اللي رايحه بيروت على رصيف نمره 14. متشكره. هي اختك جايه تستقبلك؟ لميا ما عندها خبر اني جاي لهون، اصل بعت مكتوب لخي ابراهيم بلبنان اساله عن عنوانها بمصير، ما وصلني الرد حتى يوم السفر. لكن انت بتحدوخ عليها في القاهره. اختي مغنيه بليها بالساهل وبيصير سربريز لطيف بعد هالسنين الطوال. فعلا فعلا. نورتوا اسكندريه. اتفضلوا اشربوا قهوه عندنا. فين؟ في مباحث الجمرك. متشكرين، ما فيش لزوم. على ما نفتش الشنط. اتفضلي. مصرية؟ افتكر كده. والله مصر حلوة كتير. اسمحوا لي اقدم لكم الدكتور شكري. بعد اذن السيد درويش، الدكتور عايز يطمن على رجلك قبل السفر. يطمن على رجلي؟ ايوه، وده طبعا يستلزم اننا نشيل الجبس. انتوا مجانين؟ ما تخافيش يا هاني، حرام عليكم، ده انا رجلي مكسوره. وبعدين هنسرق زعاق الصغيرين. الله عيب كده. اي طب حاسب، حاسبوا شويه. خلي في قلبكم رحمه، كسر الجبس هيعمل له عاهه مستديمه. هو نفسه عاهه مستديمه. ارجوك يا حضره الضابط، قول لي رجله مكسوره بصحيح. ارجوك تعالي انت. أنا حرفة عليك، أنا حطاني بتعويض، أنا هوديكم داهية، حرام عليكم، حرام عليكم، آه. حرام عليكم بقى، الجبس ما فيهوش حاجة أبدا. مش معقول. اتفضل شوف بنفسك. ورجله مكسورة فعلا والكسر خطير. اتبسط يا حضرة الضابط، اطمنت؟ يا هانم احنا مستعدين نعمل له كبيرة تانية دلوقتي حالا. يا مستحيل تلمسوه، كفاية كده. وديني حالا للدكتور بتاعي يا سمرة، حالا اديني معروف. اسمعي الكلام يا هانم، الدكتور موجود، يعملي كبيرة حالا وتلحقوا المركب. المراكب كتير، لكن الرجلين لا. احنا مستحيل هنسيب حقنا. أكرم فكر، أكرم فكر، أكرم فكر. أيوة دقيقة واحدة من فضلك. أنت كنت فين؟ بنداه عليك عشان تستلم الباسبور. كنت بشتري سجاير. والله مصر حلوة كتير. ويلا بينا نشوف الباسبور. بس دعيني. خلاص يا عم، رجلك بقت تساوي تقلها ده. فيها 40,000 دولار و60,000 جنيه. بكرة بتروح المينا مع سمرة والمباحث بتوصلك حتى المركب، وما بعيد بيفرشوك الأرض رمل. دول هيبوسوا إيديهم عشان ما بلغوش فيهم. وهيك بتوصل مهربات لبيروت في حراسة البوليس. يقصف عمرك خي عصمت، ما بعيد بكرة بيهرب اللي بيريده في صواريخ موجهة أطباق طايرة. مين؟ في نفس المركب اللي هيسافر فيها اكرم بكره. خلصتوا شغلكم؟ الجبيره اتلغمت على الاخر. انا فكر تركيب الجبس ده هيموتني، هيخليني اعيش بقيت عمري عاجز. اتفضلوا انتوا سيبوه يستريح، تقدروا ترجعوا مصر وتطمنوا عصمت على كل حاجه. مع السلامه. اذا بيلزمك شيء انا بغرفتي. كتر خيرك، انا تعبانه وهنام على طول. الله بيساعدك. على الله عصمت يكون جنب منى في المستشفى. على الله. أنا هطلب المستشفى في التليفون عشان أطمن عليها. ألو. أيوة أنا لميا. لا مفيش حد جنبي.
كمال عصمت هياخدني الليلادي بعد الكباريه اقابل الراجل الكبير. صحيح يا لميا؟ اصلا عايز يتجوزني. يتجوزك؟ ما تخافش يا كمال، انا مش هتجوز غيرك غصب عنك ان شاء الله بالبوليس. المهم اننا هنوصل للراجل الكبير الليلادي وكل شيء هينتهي وما تسافرش. اسمعي يا لميا، اتصلي بحسام حالا وقولي له الحكايه عشان يعمل ترتيباته، وخليه يستناني في اول طريق اسكندريه الصحراوي عند كازينو كريستو، وانا جاي حالا. الساعه دلوقتي 8:15، لازم ما تمشيش من الكباريه مع اسمك قبل الساعه 12 عشان الحق اتصرف. اوعى تنسي الساعه 12. مع السلامه. الو مستشفى الجيزه، انا والده منى درويش، وصليني باوضتها من فضلك. الو حضرتك الممرضه، انا والده منى، ازيها دلوقتي؟ والله يا هانم انا مش عارفه ازاي عندكم قلب تسيبوا البنت في الحاله دي لوحدها. لوحدها ازاي؟ هو عمها مش موجود؟ بتقول ايه؟ ما جاش خالص؟ ابدا يا هانم. خليني اكلمها. اتفضلي كلمي الدكتور. الو يا هانم، احنا غنوبنا نتصل بالبيت محدش بيرد، البنت لازم تعمل عمليه ومش لاقيين حد ناخد موافقته. اعمل كل اللي لازم يا دكتور وانا جايه لكم حالا. هتعملي ايه يا سمره؟ كل شيء في الدنيا يهون يا درويش الا الظن. الساعه دلوقتي 11:25، قدامنا نص ساعه الاكتر. انا بمجرد ما كلمتني لميا بعت الرجاله بتاعتنا يراقبوا كل مدخل ومخرج في الكباريه والكازينو. يلا بينا. جرسون حساب وحياتك. دي واحد اوام احسن مستعجلين. بسرعه شويه من فضلك يا استاذ. حاضر يا هانم. معاك فك ولا مليم تاكسي اسكندريه منفضني. جرسون اوام وحياتك. حاضر فضل كتير يا استاذ. كيلو واحد ونبقى في شارع الهرم. 25 50 60 دقيقه واحده تجيب 25. لا خليهم علشانك. امر لله. المهم انك تدخل الجراج وتستخبى في شنطه العربيه عشان تقدر تسمع وتراقب كل حاجه، واحتياط لاي تغيير في خطه تفعيلك. وانا حاسس انها برضه لمي عارفه ان هيكون في شنطه العربيه. عارفه كل حاجه. معاك عده شغل عشان تقفل الشنطه. معايا. دول يفتحوا اقعص قفل. شد حيلك. هو انت المره دي تجيني بالجزمه في ايدك؟ المره دي هجيلك بابني القديمه في ايدي. الاشاره فتحت، اطلع على مستشفى الجيزه يا استاذ اوام. التليفون فين من فضلك؟ في اخر ممر على الشمال. كام يا اسطى؟ 27 قرش. تشك ولع الأباجورة واطفيها مرتين. ولعت وطفت النور مرتين. يبقى الجراج ما فيهوش حد. شوف لي السكة فاضية من ناحية الكباريه. نظيفة، تقدر تعدي الجراج. استنى. زبون عادي تقدر تنزل. بتسمع يا حضرتك؟ مدخل ارتست منين من فضلك؟ بعد المدخل العمومي على الشمال. متشكر. أنا صاحي نزار الهلال وعايزين نعمل لك ريبورتاج وحديث في الكواكب. بكل ممنونية، مفيش مانع. بتصل بالتليفون، أنا بنحدد لك ميعاد. الصبح ولا بعد الظهر؟ أي وقت. مدموزيل لك. أيوه. تسمحي تمضيلي على الخبرة. ذكرى أسعد أيام حياتي. لميا سكر.
متشكر متشكر اهو. العفو. اتأخرتي قوي في مردك الليلة دي. اصلي كنت بغني بمزاجي. متأسف يا رب. نفسي في سجارة. في العربية يا حياتي. تصدق انه جه اليوم، جت الساعة اللي هنبقى فيها لوحدينا انا وانتي، بعيد عن سمرة، بعيد عن اكرم، وفي فيلا مقطوعة بعيد عن الناس زي الجزيرة في وسط المحيط. انا كنت قربت اقطع الامل. هو هيتأخر؟ هو بيكح وعنده برد، اعتذر في اخر دقيقة. ما قلتليش ليه؟ خفت لا تاخدي برد وتعتذر انت كمان. صحة الصبر. عصمت انا لازم امشي. Over my dead body. يعني فوق جثتي يا لميا. خليكي عاقل. ما تضيعيش أجمل ليالي العمر بالعند والمقاومة. ابعد عني. أنا يستحيل أكون لك بالطريقة دي. وأنا يستحيل أضيع الفرصة دي. ابعد عني. هيك بتحط اختي بعينيك؟ هيك رموشك بتحرسها؟ ايه اللي جابك هنا؟ بتصفرني حتى تعتدي على شرف اختي؟ هيك معاملة الرجال وسقتهم ببعضهم؟ اول ما بعطيك ظهري بتخني يا خي عصمت؟ لا يا اكرم، عصمت بيحبني وانا بحبه وحنتجوز. الجواز بين الاشراف والاوادم ما بيكون هيك. عصمت شربان ما كان بوعيه. صحيح غلطان خي اكرم، وهصلح غلطتي. لكن عاوز اعرف ايه اللي جابك من اسكندرية من غير شنب ودان؟ ايه اللي خلاك تعرض نفسك للخطر ان البوليس يشوفك كده ويقبض عليك؟ خرفت ليه؟ انت يا مش عايز تتكلم يبقى المسدس هيتكلم غصب عني يا خي اكرم. اتكلم يا اكرم. سمرة؟ سمرة كمان هنا؟ قول له يا اكرم. خايف ليه؟ اتكلم ولا عايزني انا اتكلم؟ ايه اللي جابك انت وهي هنا؟ واحد فيكم انت؟ انا هتكلم يا عصمت، هقول لك على كل حاجه. اكرم بيحبني وانا بحبه. ما تستغربش يا عصمت، المفاجآت الليله دي كتير. لا يا سمرة، الكلام ده ما يدخلش عقل انا. ليه يا عصمت؟ فاكرني هعيش طول عمري عبده ليك، كل شيء وله اخر. قسوتك وكذبك وحبك للميا موتوا حبي ليك. الحاجات دي كلها رمتني في حضن القلب الحنين اللي لقيته جنبي. عرفت ليه ما طرتش من الفرح لما قلت لي انك هتتجوزني بالكذب؟ بصيت لك وما كنتش عارفه اقول لك ازاي ان انا بحب اكرم، اني خلاص مش عايزاك. انت اتاخرت يا عصمت،
اتأخرت قوي. غرورك عماك عن الحقيقة، عن اللي بيني وبين أكرم. مش قادر أصدق، يعني أنا كنت مغفل للدرجة دي؟ من تخفيلك كنت مسافرني أنا بيروت عشان أقوي سمرة، سمرة اللي بريت تكون مرتي، كنت عايزها تكون ضحيتي. ومن كرم أخلاقه وإخلاصه ليك كان مخبي عليا السر ده، ما كانش مصدق إنك عايز تعتدي على أخته هنا في بيتنا أنا وإنت. كل شيء وله آخر يا عصمة، كل شيء وله آخر. ناقص حاجة واحدة عاوز أعرفها، إيه اللي جابكم مصر علشان تحكولي حكاية حبكم؟ لا يا عصمة، أنا سألت على منى من اسكندرية في المستشفى، قالوا لي إن حالتها خطر ولازم يعملوا لها عملية، ومفيش حد جنبها ولا أنت زي ما وعدتني، كأنها مش بنتك. أكرم مرضيش يسيبني أنزل لوحدي، جي معايا في المستشفى وبعدين هنا عشان يشوف بعينينا دلتك وخيانتك. على خبر يضحكك اكتر يعني. انت ما خلصتش مني انا وبس، انت خلصت كمان من البنت اللي بيني. منى ماتت يا عصمة، انا غلطت في حقكم وفي حق بنتي، ولازم افكر كتير علشان اقدر اصلح كل اللي حصل مني. انا رايح انام في اي حته الليله دي، والصبحيه نتقابل. البيت بقى بيتكم. عصمت، انا طلبت ديورز عشان يجي، المفروض انه ابوها وبنتك لازم يطلع لها شهاده وفاه. ولميا، موت بنتي هو اللي انقذ حياتك يا حضره الضابط، انا هساعدكم للاخر، هنتقم لبنتي من عصمة، ومن نفسي. Thank you.
أكرم سكر أخو ست لامية الحقيقي. أنا عارف إن الظروف مش مناسبة للكلام اللي أنا هقوله، لكن لازم دلوقتي حالا نحط إيدينا في إيدين بعض وننسى اللي حصل، لأن في صالحنا كلنا إن عملية التهريب دي اللي نجاحها مضمون لازم تتم للآخر. هي أكرم مبروك عليك من كل قلبي صار، وهديتي لكم المجوهرات بتاعتك هجيبها لك الليلة دي ونقربها مع الدولارات والفلوس في المركب اللي هتكون بكرة بدل النهاردة، وهتعيش انت وسمرة في امان، والبوليس الهمام هيدور عليك هنا في مصر. واختي لميا شو بيكون مصرها؟ انا هكون خدامها لغاية ما فترة الحداد تنتهي ونتجوز. وشو بيضمن لي انك ما بتحاول تكرر ملاعيبك؟ شقى عمري وفلوسي كلها ايه اللي في رجل ديورس هتكون معاك في بيروت. لما اجي لك انا ولميا متجوزين يبقى سلمهم لي. يعني ما بتخلي ديورز يفارقني ليل ولا نهار؟ تحت امرك. ما بخليه يغيب عن عيني، بنيمه في حضني حتى تيجي بيروت منفذ عهدك. حكايه الحضن دي لازم توافق عليها سمر مش انا. انا موافق. يبقى اتفقنا، الليله دي هنتقابل كلنا في الكازينو. انا هروح للراجل الكبير اجيب المجوهرات عقبال ما انت ولم يتخلصوا من ماركو. كاميلو سافر اسكندريه اجيب حاجتك، وبعدين هتصل بيكم وتقولي مع عصفور في شاليه في صحارى سيتي. هنسهر سهرة الوداع وتسافروا معاكم الضمانات مصحوبين بالسلامة. أظن باين قوي الدور ده إن البديل زمان أفندينا بيغير هدومه في الجراج. أظن مش معقول يكون بيقابل الراجل الكبير في مراحيض عمومية. حاجة تحير. هو يا إما بيقابل الزعيم جوه يا إما عنده إمساك. اصبر. يبقى له ربع ساعة جوه. روح شوف إيه الحكاية.
خايف ما يكونش حاسس ان انا وراه وبس، لازم في حاجه تانية، عشان كده لازم نحذر كمال ولميا. اهو ده اللي صعب قوي، خصوصا بواسطتي انا، لان رجاله عصمت مفتحين قوي الليله دي، ورغم انهم ما بيشكوش فيا ابدا، واحد منهم سالني الليله دي مروح بدري ليه، عشان كده لازم نتصل بيهم من غير ما حد يحس، لازم. لكن ازاي دي اللي مش لاقيها. المهم انهم مش واخدين خوانة ابدا، مش حاسين اني كشفتهم وعرفت حقيقتهم. المهم انك تكون ضللت البوليس ومحدش منهم كان وراك. انا قلت لك اني سبتهم مستنياني لما اخرج من توالدة العموم. انا ما حذرتك من حبك للامي وما سمعتش كلامي، خليتني انا شخصيا احذر عشان وادي النتيجة. التنظيم اللي بنيناه في سنين انتهى، وطبعا دلوقتي لازم اهربك حالا اخفيك، مش كده؟ قبل ما اصفي حسابي معاهم انتقم منهم. انت مجنون؟ انا مجنون لو ما خلصتش عنهم واحد واحد بايدي، لو اسيبهم يعيشوا فاكرين انهم ضحكوا على اسم كاظم، لو اسيب لهم الستين الف جنيه والاربعين الف دولار. وايه هي الخطة الجهنمية اللي رسمتها العبقرية الفذة؟ أرجوك ما تسخرش مني، أنا تلميذك النجيب، ومهما كانت الظروف ضدي أنا اللي هضحك في الآخر، مش هما، مش أي حد. المهم بعد ما أخلص شغلي ألاقيك على أول كوبري بعد الكباريه على السكة الزراعية، تاخدني توديني عزبتك أستخبى هناك لغاية ما تلاقيلي طريقة أخرج بيها من مصر. هستناك عندك، بس ممكن تشرح لي هتعمل ايه؟ انا فهمتهم اني بعد ما اجيب المجوهرات هقابلهم في شريف صحراء سيدك، علشان يبعتوا البوليس على هناك، والكباري والكازينو يكون ضاف. وده اللي حاصل دلوقتي، اخر بوليس كان في الكباري خرج ورا البديل، والباقي ورايا انا، وطبعا بعد ما فلتت منهم هيروحوا يستنوني في صحارى سيتي اخر دقيقة، علشان ما يلحقوش يتصرفوا ولا يتصلوا بالبوليس. الساعة 2 بالظبط. اشمعنى كازن القمار قافل الليلة دي يا عصفور؟ اصل افندينا ناوي يجدده. ده ليا انا من افندينا؟ هيوصف لي مطرح الشاليه في صحارى سيتي. الو؟ ايوه انا افندينا. يبقى عايز مطرحك من حسام؟ مش معقول. سلامتك افندينا. حاضر حاضر طبعا، شمبانيا ويسكي دي الليله الكبيره افندينا. هتوصيني؟ في انتظارك. افندينا بيبلغكم انه اكتشف ان البوليس كان بيراقبه وزاغ منه في معبده، يعني جت سليمه الحمد لله. اطمنوا، لكن من باب الاحتياط هو هيقابلكم هنا مش في صحراء سيتي، يعني حفله الوداع هتكون هنا في الكباريه بعد التشطيب. انا هنزل اخلي المطبخ والبار يحضروا اللازم عشان السهره. نمرتك قربت يا ست الامياء. خليهم يطلعوا الدويتو اسبانيولي قبليه على بال ما اخد فنجان ينسون، لان صوتي تعبان شويه. سلامتك. ما تنسى تبعت اليانسون. تكرم. عن اذنكم. شوفين نزل ولا لا؟ نظام خدمة معك كبير قدامك، كل ما تعوز تولع انا موجود. نزل وما فيش حد على الباب.
وبعدين يا كمال ازاي هنبلغ حسام ان مطرح المقابلة اتغير؟ الامل الوحيد ان حسام يحاول يتصل بينا بعد ما فلت منه عصمت. وان ما اتصلش؟ ما تخافيش يا ست لميا، ممكن ربنا يتخلى عن مجرم زي، انما انتم لا. دي رابع مرة تعيد الكوبليه. لا وخامس غنيه وتغنيها. استنى. كده لازم نشطب، افندينا زمانه جاي. مدموزيل لميا، انا معجب قوي مدموزيل لميا. كتر خيرك. ممكن تمضي على الاوتوجراف؟ معلش مره تانيه. ارجوكي ما تكسفينيش. الست تعبانه مره تانيه. انا اصلي من طنطا مش من مصر، وباجي كل سنه مره. ما قلنا مره تانيه. معلش يا عصفور سيبه. شوفي ست ليلى مراد كاتبة كلمة كويسة، عقبالك زيها. ولا فاتن حمام ويوسف وهبي، شوفي كاتب لي ايه. شفتي؟ الكلام حلو قوي. لازم دراما وكله عبر. اتفضلي القلم. تتفضل سيجارة؟ اتفضل. انا متشكر قوي قوي. انا اللي عاجزه عن الشكر. اظن مفيش مانع تبل ريقكم بشويه شمبانيا على ما يجي افندينا. منك واثق انه جاي حالا؟ واثق ونص. تبقى تعفينا من هالكرم اللي على حساب غيرك يا ازعر. خير انت تعمل شر انت. معلش اشرب. اهلا وسهلا. الحبايب كلهم هنا لا مؤاخذه. كنت لازم البس موكينج بمناسبه صاله الوداع، لكن اعمل ايه؟ البوليس كان ورايا، اضطريت البس هدوم كناس ومراحيض عموميه علشان اقدر ازوغ منهم. لكن بالرغم من كل ده، الليله هتبقى ليله كبيره مش هتقدروا تنسوها ابدا. شفت المجوهرات تبعي؟ كل شيء بوقته. خد. المهم دلوقتي نهتم بالبرنامج بتاع السهره. بعد اذنك خي اكرم، الليله دي انا هبقى الساحر وانتوا المتفرجين. الليله دي هعمل لكم معجزات، هجيب لكم ناس من اخر الدنيا لحد هنا في غمضه عين. هصحي الميتين واموت الصحيين. خساره انه مفيش متفرجين غيركم. على العموم تتعوض، لانه العالم كله هيتكلم عن المعجزات اللي هعملها الليله دي. نبتدي بالنمره الاولى. فتحوا عينيكوا كويس. اظهروا بان عليك الامان. ده انسان مش تمثال. هزيح عنه الستار دلوقتي حالا. خطيبتي لم يتعرفه كويس. كويس قوي. ايوه يا لميا، اخوك اكرم الحقيقي مش المزيف. اوعى تتحرك.
فتش حضرة الضابط وخد منه سلاحه وديه لأخته وحبيبته. وقف على الباب راقب المدخل. الشهادة لله أنا شربتها في الأول. عرفت تضحك عليا يا حضرة الضابط أنت ولامية؟ لا، وسكينة الفقي. لو ليك يا عمر لازم تشتغلي ممثلة كمان مش رقاصة وبس. أما أنت دي ورث الكلب، خسارة أجيب سيرتك. على فكرة يا كابتن، أنت بتحب تنام على أنه جنب؟ زي جاك وسمرة ولا على الشمال؟ أنا قصدي أريحك. ها، مش عايز ترد؟ لا جدع، تسمح لي أشيل لك دقنك دي علشان أعرف أرقع لك سداجة كويس. إيه رأيك في الخاتم ده؟ بيوجع؟ ما بتردش ليه؟ تحب اوريك تاني علشان تعرف ترد كويس؟ كنت فاكر ان زملائك الخيبانين اللي دلوقتي في صحارى سيتي هيعرفوا مطرح الراجل الكبير ويقبضوا عليه وعليا الليله دي، وتاخد حضرتك دبوره زياده. حاجه سهله قوي مش كده؟ مصيرهم يعرفوه يا عصمت. ممكن فعلا. تعرف ازاي؟ لو روحك بعد ما تطلع تمشي ورايا وانا رايح للراجل الكبير بعد ما اخلص عليكوا دلوقتي. هو مستنيني، انا ودي له خبركم وهو يوديني العزبه لغايه ما يلاقي طريقه يطلعني من مصر، انا والفلوس والدولارات والمجوهرات هديه البوليس لعصمت كاظم. كسر الجبس عصفور وطلع اللي فيه. شايف انا جايب لك ايه عشان اكسر بيه الجبس وبعدين اكسر دماغك؟ شاكوش حلو، تسمح؟ بعد اذنك. بقى كده؟ طيب اتشاهدوا على روحكم. فندم البوليس جاي على هنا، هنعمل ايه يا فندم؟ الوحيد اللي تعرفني، انت
تعرف كل أسراري. بوليس خلاص كشفك، فلازم أدفن سري معاك علشان أقدر أعيش في أمان بعد كده. للبوليس هكون في طياره في طريقي للخارج. انت عارف ان مهرب فلوسي في حتت كتير بره مصر، هعيش برضه في امان واتمتع بفلوسي. لا يا حضره الزعيم، انا سبت اسمه ينفد بجلده عشان اقتله، لاني عرفت منه انه جاي لك هنا. انت وقعت في ايد البوليس ومش هتفلت ابدا. مسدسك فضي يا حضرة الضابط، تبقى حياتك انتهت. سلم نفسك يا سيادة الراجل الكبير. حسام، مش عايز اوصيك على سمرة، انت مقدر ازاي ساعدتنا؟ سمرة اصابتها بسيطة وهتعيش وان شاء الله مش هتاخد اي حب، لكن لمية هي اللي جرحها غويط ومش هيخف ابدا. حرام عليك يا كمال، لمية بتحبك وجديرة بيك. انا كمان بحبها، وعشان كده مش عايزها تترمل وهي في عز شبابها. أنا نفدت من الموت بمعجزة امبارح، ومش كل مرة بتيجي سليمة. أنت حر، مع السلامة. الله يسلمك. أتمنى لك أجازة سعيدة. أربط الحزام من فضلك. إيه اللي جابك هنا؟ انت قلت اللي تتجوز ضابط بوليس زيك لازم تكون فدائيه، وانا فدائيه مستقتله، مش هعتقك عن الجواز ابدا. لا يا لميا، هتعمل ايه هنا؟ مفيش ببان تستخبى وراها ولا تقفل على نفسك بالترباح. اعال يا لميا، اعال انت وسلم احسن لك يا حضره الضابط. عيب يا شويش. ها قديمه.